في الوقت الذي يتحضر فيه العالم لاستقبال العام الجديد بتبادل التهاني والأمنيات بتحقيق الأحلام، لا تتعدى أمنيات من يعيشون في مخيمات منطقة بزيبز التابعة لعملية الفلوجة في محافظة الأنبار حصولهم على أبسط حقوق الإنسان. أمنيتي بهاي السنة الجديدة 22 نرجع لبيوتنا. إحنا كتلنا البريد وكتلنا الضيم وكتلنا من كل جهة، وين ما نسد لها قشرة. حكومة ترجع من الحكومة ترجعنا لبيوتنا، اليوم 8 سنين شنو هذا اللي بنحنا؟ أمنيتي إن شاء الله على السنة 22 إن شاء الله نرجع لديارنا. أقسم لكم بالله حتى يعني ما ظلت لنا نفس نطب الخيم، وهاي جهاننا شاتلهم البرد والحر وعيشة ما عدنا. الله وفقنا نتعشى ما نتغدى. أقصى أمنيات النازحين في منطقة بزيبز خيمة تقيهم برد الشتاء وحر الصيف، ومدرسة تحمي أبنائهم من الجهل. تعبنا والله تعبنا، نريدهم بهاي السنة الجديدة يدحقون علينا، يدحقون على الشعب العراقي كله، يدحقون على هالأطفال اللي ما شافوا شيء من وعوا للدنيا، لقوا أنفسهم بخيمة. نريد من عندهم يرجعون ديارنا. أمنيتي بسنة 22 أطب المدرسة، أريد أعلم أتعلم قراية وكتابة. هسه أنا شنو ذنبي؟ لا أعرف لا قراية ولا كتابة. أتمنى بهالسنة الجديدة إذا نرجع لديانا. هو ديانا هو بسدنا ما نقدر نشوفه، إحنا ما طابين بيتنا خلاص. بالصيف الخيمة تموت علينا، بالشتاء تقوم تنقط علينا الخيمة. والله صدق متنا، والله متنا. مدارس ما طبيناها خلاص، نسوان وإحنا ما نقرأ ولا نكتب. كما تمنى النازحون رؤية المغيبين من أفراد عائلاتهم مجدداً الذين طال انتظارهم. أتمنى ب 22 هالسنة الجديدة يشوفون المغيبين. ها من 2014 لحد الآن لا علم ولا خبر منهم. أنت فراج هل المقرد؟ يعني من 2014 قشيتهم قش الطليان وحطيتهم بالجروف ما دون وديتوهم. والله لحد الآن الله يكون عندك أطفال كتلهم البرد والجوع. زوجي وليدي موالدة 92، نتمنى من حكومتكم ترجعونا إلى ما نطقنا وتشوفوني مفقودين. والله مفقودة من 2014 لحد الآن، شنو ذنبه؟ فقد باللي على طريق الطار، يعني طاح باتجاه العامرية هو وسيارته وحلاله وماله. وهسه ما أريد لا حلال ولا سيارة ولا كل شيء، أريد بس أن ترجعونا إياهم. أمنيات كثيرة يتمناها النازحون في منطقة بزيبز وغيرها من مناطق العراق منذ سنوات طويلة بعيدين عن منازلهم، وإلى أن تتحقق أمانيهم تبقى أصواتهم المنبر الوحيد لكشف مآسيهم التي يأملون أن تزول قريباً.